وجد الكيكه الكاسكروت. عندك نص كاس كبير ديال الحليب، كاس خاصو شويه ديال سنيده، نص كاس ديال الماء الطبيعي عادي، ربعة البيضات، زائد نص كاس صغير ديال الزيت حيت غادي نضيفو لها جوج معالق ديال الزبده باش ديال هذيك تكون هشيشه، وجوج ومعلقه ديال الخل وخماره حمراء وفاني، وجوج كيسان كبار ديال الدقيق، وغادي ناخذ ليمونه نعصروها ونسبقوا البيض. بسم الله. وضعت دابا ربعة البيضات هنا، غادي نضيف ليهم الزيت درت نص داك نص كاس ديال الزيت وكاس ديال سنيده. دابا غادي نزيد عليهم الحليب حتى يبغي هادشي تحركيه مزيان باش تتحركو وهي تطلع طبعا. ثم غادي نديرو فاني، غادي نضيفو فاني، حركوه مزيان عطينا لما دخلت مزيان. غادي نضيف قبيسه ديال الملحه، نسيت ما قلتها قبيله، غادي ناخذ الزبده غادي نضيفها في حمام مريم، نعصر الليمون اللي تعصر الليمون ولا تحكي شوربة في الحكاكة حتى هما تعطي واحد النكهة تعتبر زينة. عصرت نص ليمونة عطاتني نص كاس، دابا غادي نضيفو للخليط مزيان، غادي نضيفو ليه نص كاس ديال الماء، الزبدة من بعد ما خرجناها في حمام مريم، غادي نضيفوها الخليط، معلقة معلقة ديال الخل، ضفت المعلقة ديال الخل لحقاش هو اللي تيخليها تنفخ تعطي واحد القوة. نسيتي ما انت غادي نضيفو يعني خميرة حمراء ثم غادي نضيف الدقيق معلقه بمعلقه باش ما يتكور، وباش تعرفي بان الكيكه راه طلعت تكتبي 8، الا بانت لك 8 بحال هكا راه صافي الكيكه راه ما بقى تحتاج شي دقيق. صلاه النبي صافي القلب دابا راه
مدهون بالزبده دقيق وخاصة دي ليه مالكيكا تحط لها الفوق باش تعطي دابا راه غادي ندخلها للفران لمدة 40 دقيقة شوفوا بعينيكم كيفاش طلعت طلعها مزيان دابا راه غادي نزوقوها باش ما كان كيف تنقول لكم كلشي طبيعي ماشي الحاجه اللي عندكم في الدار زوقوا بها ماشي مشكل المهم هاني دابا تندهنها بالكوفيتير المهم يكون عندك كوفيتير ديال المشماش ديال الفريز المهم باش ما دهنتيها تجيك زينه من بعد ندير ليه نزوق هذيك الساعه بك الملونات من بعد نبدا نزوقو بهادو الملونات المهم تعطو المنظر وخصوصا للدراري الصغار كيعجبهم بزاف كما تتشوفوا الكيكه طلعت زوينه المهم نتمنى منكم تجربوها وتمشوا على دوك المقادير اللي قلت لكم قبيله اللي سبقينا ذكرناهم راه غادي تعجبكم بزاف وكنتمنى لكم اللايك 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 كنتمنى تشتركوا في القناه المهم الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله مقبلة ان شاء الله ما غاديش يكون غير الجديد ان شاء الله وكنتمنى تشتركوا الاعجاب ديالكم وتصيفطوا ليا لايك